السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في درس جديد من دورة مشروع المتجر الكامل. بهذا الدرس إن شاء الله نحن سنقوم باختبار جميع صفحات الأوثنتيكيشن، بالإضافة لذلك نحن سنقوم بتطوير موضوع التعامل مع الريكوست. طبعا أنا عامل كلاس مهمته التعامل مع الريكوست، واللي اسمه طبعا Handling Data View، واللي أنا طبعا شرحته بدرس كامل. طبعا أنا بصفحة اللوجين وبباقي الصفحات أنا بستعمل هي الطريقة البدائية كتير، واللي هي طبعا إذا يساوي فاعمل لي هذا وإلا فاعمل لي مثلا هذا الكلام. هي الطريقة مش سليمة أبدا، بالإضافة لذلك أنا ما أخذت بعين الاعتبار حالات كثير من الريكوست، واللي هي طبعا السيرفر فاليور أو الفاليور أو أمور كتير ممكن تحدث معنا. فلذلك أنا حاستبدل هي الطريقة البدائية بالهاندلينج داتا فيو، وأيضا طبعا لازم اختبر الصفحات بشكل كامل عشان إذا في خطأ أنا ما كنت منتبه له، لأنه طبعا طالما أنا عم سجل دروس فأنا ما بكون مركز بالدرس بقدر ما بكون مركز بالصوت، بمثلا الوقت المدة أمور كتير أنا بكون أخذها بعين الاعتبار أنتم ما رح تلاحظوها أبدا، فلذلك أحيانا أنا ما بكون مركز كتير بالكود اللي عم أكتبه. تمام، خلينا نبدأ بصفحات اللوجن. انا ببساطه شديده اول شيء الهاندلنج داتا فيو بتقبل مثل ما شايفين اثنين باراميتر اساسيين، الستاتس ريكويست والويدجت، فلذلك انا هاخذها بهذا الشكل، هشيل كل هذا الكلام، هضيف الكونتينر داخلها بهذا الشكل. طبعا اول شيء نحن بنضيف الكنترولر، عفوا بهذا الشكل بنضيف نحن الكنترولر داتا ستاتس ريكويست، وثاني شيء طبعا نحن بنضيف الويدجت بهذا الشكل. طبعا وين القوس بتاع الويدجت بينتهي نحن بنضيف قوس ثاني بهذا الشكل، وما بننسى نعمل امبورت تمام بهذا الشكل. طبعا هون عم يعطيني خطأ، عم يقول لي بكل بساطة widget is required. اوكي الامور كلها واضحة، انا ببساطة هون مررهم كماب، فلازم اكتب اسم البارامتر او اسم الحقيقة اللي هو اسم الكونستراكتور. تمام، فانا هون حاكتب اول شيء status request تمام بتساوي controller status request، والwidget بتساوي الكونتينر. بهذا الشكل طبعا احنا بنكون عالجنا الاخطاء. طبعا لازال عندي خطا مثل ما شايفين، بيقولوا لي ان الستاتس ريكويست هون ممكن تكون نل، وهي لازم ما تكون نل، فانا بحط اشاره تعجب وبخلص من الموضوع بشكل كامل. خليني انا طبعا اعمل هون هوت ريستارت تمام بهذا الشكل. طبعا لو عملت هوت ريستارت فعم يعطيني خطا، وهذا الشيء طبعا بسبب انه الستاتس ريكويست مثل ما شايفين عم تقبل قيمه النل، وهذا الشيء بالنسبه لهي الصفحه يعتبر مشكله كبيره. ليش يعتبر مشكله كبيره؟ لانه مثل ما شايفين عم يظهر عندي خطا بهذا المكان. فهون انا امام حالتين، اما اعطيه قيمه ابتدائيه الستاتس ريكويست وهي قيمه مثلا انه فارغه، او مثلا تكون حتى ولو قيمه string، يعني انا ممكن حتى اعطيه مثلا روح على status request على سبيل المثال واعطيه قيمه يعني لا على التعيين ولتكن نل مثلا، او اي شيء يعني اي كلام يعني لو نل حتى ممكن، تمام ممكن اعطيه قيمه اسمها نل هيك بس عشان، بس طبعا النل كلمه محجوزه فانا بفضل ابتعد عنها، خلينا نكتب مثلا نل على سبيل المثال تمام بهذا الشكل. ولو رحنا للستاتس ريكويست هون فنحن ممكن نعطيها قيمه النل، النل عفوا كقيمة ابتدائية. طبعا الموضوع ما راح يأثر شيء، بس الفكرة انه يروح الخطأ من عندي يعني، هاد لا اكثر ولا اقل يعني. تمام، بنعمل هوت ريستارت بهذا الشكل، فبنلاحظ انه الخطأ زال عندي نهائيا. طبعا في حلول اخرى ثانية ممكن نحن نعملها، ولكن هذا حل انا بشوفه سريع وبسيط وما في وجع راس. تمام، لما يكون انت ما عارف تعطيه قيمة او عايز تعطيه قيمة ابتدائية لعلى التعيين فممكن تعطيه هي القيمة. طبعا في حلول اخرى ممكن تستعمل الليت، ولكن حندخل بحوار طويل نحن بغنى عنه. تمام، طبعا هون ما عاد في داعي لاشارات التعجب ببساطه شديده. هلا نحن لو ادخلنا على سبيل المثال بريد الكتروني مش موجود بهذا الشكل، وادخلنا كلمه مرور اصلا لبريد مش موجود وعملنا ساين ان، فبنلاحظ عم يظهر عندي اللودنج بهذا الشكل، بعدين عم يقول لي ايميل اور باسورد نوت كوركت. حلو كثير هذا الكلام، وطبعا هون عم يرجع لي هي الحقيقة الصورة، واللي طبعا تعني انه لا يوجد بيانات. تمام، لانه لو رحنا للهاندلنج داتا فيو فبنلاحظ في حال اللهم صل على سيدنا محمد، في حال الفاليور عم يعمل لي نو داتا. هلا هذا الكلام صحيح بحالة لو كان انا عايز اعرض بيانات، ولكن انا هون عم بتعامل مع ريكوست يا شباب.
فالحل ببساطة شديدة، طالما أنا عم بتعامل مع ريكوست وما بتعامل مع عرض بيانات، إنه أنا أروح ببساطة شديدة أخذ هذا الكلام نفسه، شايفينه؟ كنترول سي كنترول في، وبدال كلمة فيو مثلا أكتب على سبيل المثال هون كلمة ريكوست، لأعرف إني أنا عم بتعامل مع داتا، أو خلينا نقول عم بتعامل مع نتيجة حترجع لي من ريكوست هي حتكون فاليور أو سكسس. أنا ما عندي عرض للبيانات، أنا هون ما رح يكون عندي عرض للبيانات لحتى أكتب مثلا والله إذا فاليور معناتها الحالة المتوقعة حتكون نو داتا. لا، هون الحالة المتوقعة بحالة الفاليور إنه ما صار الريكوست، وبالتالي حيرجعني للويدجت. فبالتالي الحالة الافتراضية لهون إن أنا والله حشيل هذا الكلام، هذا الكلام ما له داعي ببساطة شديدة. تمام، ثواني عفوا عشان بس ما يصير عندي خطأ، حامسك الكود بهذا الشكل من هون لنشيله لهون بهذا الشكل. بهذا الشكل بيكون تعاملي مع الريكوست بيكون افضل بكتير. فبالتالي انا بكل بساطه يا شباب حارجع لللوجن، وحاستبدل اكيد عفوا نرجع لللوجن فيو تحديدا، وحنستبدل الهاندلنج داتا فيو بالهاندلنج داتا ريكوست بهذا الشكل. وهلا طبعا لو عملنا تجربة مرة تانية انه نعمل نحن ساين ان، ببساطة شديدة حيظهر عندي لودينج، وبحال الفشل حيكتب لي ايميل اور باسورد نوت كوريكت، وحيرجعني للصفحة نفسها ببساطة شديدة، وبالتالي صار تعاملي مع الريكوست احترافي اكثر. وطبعا لو لو مثلا كان على سبيل المثال اللينك بتاع اللوجن غلط لسبب ما، وطبعا انا عملت هوت ريستارت بهذا الشكل، وبعدين ادخلت على سبيل المثال بريد الكتروني مش موجود، على كل الاحوال موجود او مش موجود، هو اصلا لينك الصفحه خطا، بهي الحاله لازم يرجع لي خطا، تمام، اللي هو 404 بهذا الشكل. فاذا صار تعاملي مع الريكوست تعامل فعلا صحيح 100%، وصار كودي باذن الله كود سليم. طبعا في حال كان ما في انترنت حيطلع لي انه ما في انترنت، هذا الموضوع ما في داعي اتاكد منه لانه طبعا تأكدنا منه كتير، بالإضافة لذلك أن الإيميليتر صعب هذا الخطأ يظهر على الإيميليتر، لازم نجربه على جهاز أو ديفايس حقيقي. تمام، نفس اللي عملناه مع اللوجن بنعمله مع الساين أب، مع الفورجيت باسورد، مع كل الصفحات الباقية. عشان الموضوع كتير بسيط هأعمله أنا بشكل سريع، هناخده بهذا الشكل، ونروح طبعا نحن لوين على الساين أب ونبدأ فيه بشكل سريع. طبعا أنا حسرع الفيديو بعد ما اضيفه لجميع الصفحات. بعد ما قمنا بالتعديل على جميع الصفحات وفعلنا طبعا الهاندلنج داتا ريكوست على جميع الصفحات، خلينا طبعا نجرب نظام الاوثنتيكيشن بشكل كامل. هنعمل طبعا هوت ريستارت وحنحفظ جميع الصفحات، فلذلك هنعمل كلوزد سيف بحيث انه يقفل لي كل الصفحات ويعمل لهم سيف. خلينا هلا طبعا نجرب نظام الاوثنتيكيشن الموجود عندنا بهذا الشكل. طبعا حنفتح قاعده البيانات لنتاكد من كل الامور انه تكون سليمه 100%. طبعا حنحذف الاكونتات كاملة، ما في داعي لأي اكونت، تمام بهذا الشكل. طبعا قاعدة البيانات عندي فارغة حاليا وما فيها أي اكونت. خلينا نبدأ بعملية التستينج. حنبدأ نحن طبعا بالاختبار بصفحة إنشاء الحساب، وبالتالي حندخل أول طبعا حساب، واللي هو حسابي الرئيسي، تمام، وائل@gmail.com بهذا الشكل. خلينا طبعا هون ندخل رقم هاتف وليكن على التعيين من 1 لـ 9، تمام بهذا الشكل. وخلينا هون طبعا ندخل كلمة المرور ولتكن على سبيل المثال وائل، وخلينا نعمل ساين اب. بنلاحظ انه ظهر عندي اللودينج واخذني على صفحة التشيك كود.
طبعا لو عملنا براوز فبنلاحظ انه تم انشاء الحساب بنجاح، ولكن اليوزرز ابروف يساوي صفر، وهذا شيء طبيعي لانه نحن لسه ما ادخلنا طبعا رمز التحقق. بكل بساطة نحن لو رحنا للبريد الالكتروني لازم يكون الرمز الموجود فيه هو نفس الرمز 19613، فطبعا بنفتح بنلاقي فعلا انه وصلني رسالة والرمز فيها 19613 19 بهذا الشكل من ادخله 613. طبعا اخذني على صفحة ساكسس بمعنى انه تم انشاء الحساب بنجاح وكل الامور تمام، وهون صار عندي اليوزرز ابروف يساوي واحد، بالتالي هذا الشخص صار بامكانه حاليا يقدر يعمل تسجيل دخول من دون اي مشاكل. تمام، يعني بحيث انه نحن لو ادخلنا البريد الالكتروني بهذا الشكل تمام @gmail.com وادخلنا على سبيل المثال كلمة مرور، ولكن بالبداية حندخل كلمة مرور خاطئة تمام، حضيف حرف ال زيادة وعملنا ساين ان، بهي الحالة لازم طبعا هون في خطأ فنحن بهي الحالة مباشرة بنتجه للساندر كلاينت حتى نعمل اختبار حقيقي، والاختبار بالساندر كلاينت بيكون افضل اختبار حتى نعرف المشكلة هل هي من الفرونت اند او هي من الباك اند. طبعا لو رحنا مباشرة على الساين اب تمام، طبعا انا ما بدي اختبر الساين اب اكيد، بدي اختبر اللوجن، فببساطة شديدة انا هون هعمل نيو ريكويست تمام بهذا الشكل وحسميه لوجن تمام، حيكون طبعا بوست، حيكون نفس اللينك ولكن مع فارق انه بدال ساين اب حيكون كلمة لوجن بهذا الشكل. حروح طبعا للبادي، حروح طبعا للفورم، حادخل طبعا الايميل وايضا الباسورد بهذا الشكل بحيث انه الايميل حيكون وائل تمام، حادخل البريد الصحيح، حادخل كلمة مرور خاطئة بهذا الشكل. طبعا حتى وانا عم ادخل كلمة مرور خاطئة عم يرجع لي ساكسس، وانا عم ادخل كلمة مرور خاطئة هو عم يرجع لي ساكسس، فاكيد في مشكلة عندي هون. وطبعا الخطأ اللي موجود عندي هو خطأ تافه كتير ومزعج، وانا اصلا ما بيصير معي ابدا، بس سبحان الله دائما الواحد هو عم يسجل بتظهر معه اخطاء بالوضع الطبيعي مستحيل تظهر. انا ببساطة شديدة يا شباب ناسي يضيف هون البوست، عم بكتب كلمة باسورد وهو عم يعمل تشفير لكلمة باسورد، فاثناء انشاء الحساب اكيد نفس الغلط تمام، يعني هو دائما عم يضيف نفس كلمة المرور اللي هي باسورد ولكن مشفرة، وهون طبعا باللوجن عم بيعمل تسجيل دخول باستخدام كلمة باسورد، يعني ما في ريكويست اصلا. طب انا شو الحل لهذا الموضوع؟ الحل كان ببساطة شديدة ان انا اضيف البوست بهذا الشكل، هو هذا الخطأ بشكل كامل، يعني خطأ كثير بسيط وتافه، ولكن شوفوا يا شباب كيف قد ايه البرمجة بدها تركيز، شوفوا يا شباب قد ايه البرمجة بدها تركيز تمام. فأنا بكل بساطة هأخذ نفس هذا السطر وأضيفه أيضا بالساين أب، وأنا آسف كثير على هذا الخطأ، ولكن فعلا أنا والله ما انتبهت له أبدا، المشكلة كان الخطأ بصفحة وأنا عم بعمل كوبي بيست من صفحة لصفحة، فالخطأ انتشر بباقي الصفحات. طبعا بالريسيت باسورد أنا ما غلط هذا الخطأ، انا ضايف بوست، فاذا الخطا هو موجود فقط بالساين اب وباللوجن. فانا ببساطه شديده حروح اعمل هون فينيشن، طيب اوكي حاعتبر انه التعديل تم، حافتح الاوث، هاعمل ريفرش هون بهذا الشكل، حاعمل طبعا رفع، عفوا انا رفعتهم بالمكان الخطا على فكره، بنشيلهم من هون تمام، هون داخل الاوث نفتح المجرد الاوثنتيكيشن ونضيف فيه طبعا اللوجن والساين اب بعد التعديل، نعمل ريفرش مره ثانيه وبنرجع نرفعه لنتاكد انه النسخه الجديده هي اللي رفعت، وبنعمل طبعا ابديت لوحده عشان نتاكد انه التعديل تم. اوكي التعديل تم، واذا الامور كلها سليمه. هلا نحن شو رح نعمل يا شباب؟ هنروح طبعا لهون ونحذف طبعا الحساب تمام، نرجع ننشئ الحساب من اول وجديد. طبعا هي الاخطاء يا شباب بتعلمنا انه ما في انسان فوق الغلط، والخطا بيصير مع الجميع، والبرمجه اصلا اكبر يعني نسبه فيها انت او اكبر مشكله فيها هي الاخطاء اللي بتواجهها، فانت اذا ما بتعرف تبحث عن الخطا انت ما راح تكون مبرمج ولا حتقدر تبني اي مشروع تمام. خلينا طبعا احنا نروح للساين اب، طبعا نعمل انشاء حساب جديد بهذا الشكل، طبعا ادخل رقم الهاتف بهذا الشكل، ندخل هون طبعا الباسورد ولتكن وائل، نعمل ساين اب،
طبعا حيرسل لي اكيد رمز التحقق، فنحن رح نروح لهون وحنعمل ريفرش لنشوف الرمز الجديد. طبعا لازم اعمل ريفرش مرة تانية حتى لبينما يصلني الرمز. وصلني الرمز 5255052. تمام، بهذا الشكل بنعمل جو تو لوجن. طبعا الحساب بيكون تم انشاؤه والحمد لله كل الامور سليمة. هلا طبعا احنا لو ادخلنا هون بريد الكتروني بهذا الشكل، طبعا البريد الالكتروني صحيح 100%. لو ادخلنا كلمة مرور خاطئة ولتكن 1 2 3 4 5 على سبيل المثال، لازم هلا يعطيني خطأ. شايفين ايميل اور باسورد نوت كوريكت. اما لو ادخلت كلمة المرور الصحيحة بهذا الشكل وائل، فمباشرة حينقلني للهوم بيج والحمد لله صلحنا اول خطأ باللوجن. اذا هلا اللوجن خالية من الاخطاء، الساين اب خالية من الاخطاء، الفيريفاي كود ايضا خالي من الاخطاء. تمام، كل هلا طبعا نحن باقي نختبر موضوع الفورجيت باسورد. خلينا نرجع على الابليكيشن اللي عندنا او المشروع بتاعنا ونعمل هوت ريستارت بهذا الشكل عشان نجرب موضوع الفورجيت باسورد. في حال الواحد على سبيل المثال نسي الباسورد، بهي الحاله شو لازم يعمل؟ فنحن مباشرة حنروح للفورجيت باسورد. أول شيء حنأدخل البريد الإلكتروني، رح أدخل البريد الإلكتروني بالبداية خطأ لنشوف حالة الخطأ شو رح يصير عندي. تمام؟ وائل@gmail.com، هذا البريد مش موجود، نعمل تشيك لازم يعطيني إنه البريد مش موجود. حلو كتير، الإيميل نت فاوند، إذا هي الصفحة أمورها سليمة. رح أدخل البريد اللي فعلا موجود. تمام؟ بهذا الشكل، هنعمل تشيك. بنلاحظ إنه الأمور سليمة وأخذني على الفيريفاي كود. ولازم يكون طبعا رمز التحقق اتغير. حتى نتأكد ان رمز التحقق اتغير حنروح نعمل هون براوز، فلازم نلاقيه اتغير فعلا، اتغير ل 66395. فببساطة شديدة حندخل هون 6. تمام، 6 كمان مرة ثانية مثل ما شايفين 395 395 بهذا الشكل. طبعا الامور سليمة. وهون طبعا احنا هندخل الباسورد الجديدة. الباسورد الجديدة يا شباب حتكون 1 2 3 4 5، حنضيف كمان 6 أفضل عشان تكون مميزة. 1 2 3 4 5 6 بهذا الشكل، وحنعمل سيف. فلازم الباسورد هون تكون عندي تغيرت لو عملنا براوز، فبنلاحظ فعلا انها تغيرت. خلينا نجربها باللوجن. وائل ايجل 1 2 4 3@gmail.com. بالبداية خلينا ندخل الباسورد القديمة اللي هي وائل. لازم هلا يقول لي الباسورد خطا لانه هي الباسورد القديمه. تمام، فعلا قال لي الباسورد خطا، وهي الامر كتير جيد. حندخل هلا الباسورد الجديده 1 2 3 4 5 6 بهذا الشكل، وحنعمل ساين ان. لازم هلا يدخلني على الهوم بيج، وفعلا دخلني على الهوم بيج. فاذا بهذا الشكل بنكون احنا عملنا تيستينج او اختبار لجميع صفحات الاوثنتيكيشن والفورجيت باسورد، والحمد لله الامور كلها سليمه. بتمنى يا رب الدرس يكون نال اعجابكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناه وتفعيل الجرس لتصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله.